السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في برنامجكم هنا البحرين من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. نبدأ بأبرز العناوين. بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، توزيع مشروع الإسطبلات الجديد الملاك من الإسطبلات الخاصة. وزير التنمية الاجتماعية رأى حفلة توزيع الجائزة الإنسانية والعمل الخيري في دورتها الثالثة. والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية يشير بالتعاون البارز بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من أضرار الأمطار الأخيرة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمل الإنسانية وشؤون الشباب، تم توزيع مشروع الإسطبلات الجديدة للملاك من الإسطبلات الخاصة، وجرت مراسم قرعة توزيع الإسطبلات على الملاك، حيث تسلم الملاك مقارهم الرسمية، وسيتم نقل جيادهم إلى الإسطبلات التي ستسهم في مواصلة لإزدهار وارتقاء رياضة القدرة البحرينية. وتجسد الإسطبلات الجديدة دعم واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة للعمل على تطوير إسطبلات الأهالي بما يضمن مواصلة العطاء والتميز في سباقات القدرة البحرينية، مما سينعكس بالإيجاب على المشاركات الخارجية للقدرة البحرينية في المحافل العالمية. رعى سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية حفل توزيع الجائزة الإنسانية والعمل الخيري في دورتها الثالثة للعام الحالي 2023 الذي نظمته جمعية شجرة الحياة الخيرية والاجتماعية بحضور عدد من كبار المسؤولين. هذا وأشاد الوزير العصفور بأهداف الجائزة التي ساهمت منذ دورتها الأولى في ترسيخ الجهود التي تصب في تطوير المسار المؤسسي الاستراتيجي لتأسيس العمل الخيري والتطوعي، علاوة على نشر وتعزيز مفهوم ثقافة العمل التطوعي وإبراز قيمته المعنوية كواجب وطني وإنساني من خلال تشجيع الأفراد والجمعيات والفرق التطوعية على الإبداع في تنفيذ المشروعات التطوعية الخيرية والإنسانية، مشيرا في هذا الصدد بما حققته الجائزة على نحو ساهم في زيادة الوعي لدى الجمعيات الخيرية بأهمية التميز في الأداء المؤسسي والعمل على تشجيع التنافس الإيجابي من أجل الوصول إلى عمل تطوعي احترافي متميز. أكد الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة على أهمية ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال تعزيز التواصل وسرعة الاستجابة مع جميع المواطنين والمقيمين، تنفيذا لتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية. وأوضح الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة بأن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة خصصت قنوات للتواصل مع الجمهور لتلقي الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى، مشيرا إلى أنه خلال العام الماضي 2022 استقبلت عبر مركز الاتصال التابع لها أكثر من 63 ألف مكالمة، كما تلقت عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل خلال نفس الفترة قرابة 50 ألف طلب.
وأشار معالي إلى أنه يتم التعامل مع كافة هذه الاتصالات والطلبات من قبل فريق مختص والإجابة عليها وتحويل المقترحات والشكاوى مباشرة إلى الإدارات المعنية لإيجاد الحلول المثلى لمعالجتها، مضيفا بأن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة مستمرة في تطوير قنوات التواصل مع عملائها والسعي لتقديم كافة خدماتها بشكل رقمي وبأساليب حديثة وميسرة للجميع. عقد المجلس البلدي للمنطقة الشمالية اجتماعه الاعتيادي الثالث من دور الانعقاد الأول للدورة البلدية السادسة 2022-2026 برئاسة الدكتور سيد شبر إبراهيم الوداعي وبحضور السادة أعضاء المجلس ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندسة لمياء الفضالة. وخلال الاجتماع أشاد سعادة رئيس المجلس بالتعاون البارز الذي أبدته جميع الأجهزة التنفيذية في العمل كفريق واحد في الحد من أضرار الأمطار الأخيرة، فضلا عن الجهود البارزة لأعضاء المجلس البلدي الشمالي في متابعة وقع الأمطار والنزول ميدانيا في المناطق المتضررة. وقد أشار سعادته إلى ضرورة مراجعة الأدوات الإدارية والتنظيمية وقراءة احتياجات الموارد البشرية والاحتياجات الفنية واللوجستية لمعالجة الأضرار والعمل على حصر الأضرار التي شملت مجموع من الأسر ضعيفة الدخل لدراسة طبيعة الدعم الذي يمكن تقديمه لهم، بالإضافة إلى حصر مواقع تجمع مياه الأمطار الأكثر تضررا التي تحتاج إلى تدخل مباشر وسريع وفق جدول الأولويات. النشرة مستمرة وفيها بعد قليل. سوق المزارعين البحرينيين يستقطب أكثر من 10,000 زائر في أسبوعه الخامس. كثفت هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية جهودهما المشتركة لتفعيل الأدوات الرقابية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والقضاء على ظاهرة العمالة غير النظامية، بما يضمن الحفاظ على تنافسية وعدالة بيئة العمل ويكفل استقراره. وأعلنت الهيئة عن تنفيذ 4 حملات تفتيشية شملت محافظة العاصمة والمحافظة الشمالية والمحافظة الجنوبية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ومديريات المحافظات. هذا وأسفرت الحملات عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. يستمر سوق المزارعين البحرينيين في استقطاب المواطنين والمقيمين أسبوعيا عبر فعالياته المتعددة وما يقدمه من منتجات زراعية بحرينية بأسعار تنافسية، كما ويقدم بضائع متنوعة من خلال مشاركة الأسر المنتجة التي وجدت في السوق المزارعين منصة مهمة لتسويق منتجاتها. ما زال سوق المزارعين البحرينيين يستقبل زواره من المواطنين والمقيمين، حيث استقطب في أسبوعه الخامس أكثر من 10,000 زائر من المواطنين والمقيمين وزوار المملكة البحرين. وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن هذا الإقبال على السوق يعكس مدى النجاح الذي استطاع أن يحققه السوق الذي يحتفل في هذا العام بنسخته 10. هذا الإقبال الكبير على السوق يعكس مدى النجاح الذي استطاع أن يحققه السوق، ويضم سوق المزارعين البحرينيين ركنا خاصا للأسر المنتجة والتي يتم تنسيق مشاركتهم من خلال وزارة التنمية الاجتماعية. سوق المزارعين البحرينيين يشكل ترجمة حقيقية لالتزام وزارة شؤون البلديات والزراعة بفتح قنوات لتسويق منتجات المزارعين البحرينيين بما يضمن تسويق منتجاتهم، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على القطاع الزراعي ككل، فقد أصبح اليوم قاعدة لتسويق منتجات المزارعين البحرينيين علاوة على ما يمثله من دافع للمزارعين من أجل إدخال نظام الزراعة الحديثة بما يسهم في تقليل الكلفة وزيادة الإنتاج.
شهدت مملكة البحرين خلال نهاية الأسبوع الماضي أجواء غير مستقرة بسبب مرور منخفض جوي متعمق على المنطقة، أدى إلى تساقط أمطار متفاوتة الشدة على مختلف مناطق المملكة لعدة أيام. كانت ذروتها يوم الخميس، حيث كانت الأمطار مصحوبة بالرعد وهبات قوية إلى شديدة السرعة في بعض الأحيان. وذكر مصدر مسؤول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات إن أعلى معدل هطول يوميا تم رصده في محطة درة البحرين الآلية بلغ 28.16 مليمتر. تلتها فترة هدوء مع طقس بارد خصوصا خلال الليل والصباح الباكر، مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. وأوضح المصدر أنه بسبب مرور منخفض جوي على المنطقة بحسب آخر تحديثات النماذج العددية، ستتأثر المنطقة بأجواء غير مستقرة، حيث تتهيأ الفرص فجر يوم غد الثلاثاء لتساقط أمطار قد تكون رعدية أحيانا تصاحبها هبات شديدة السرعة، وتعاود الرياح الشمالية الغربية هبوبها خلال المساء لتصل من نشطة إلى قوية السرعة أحيانا، وتؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة إلى 12 درجة مئوية. وللطقس محافظات مملكة البحرين. نهاية البرنامج، لمزيد الأخبار يمكنكم متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما يمكنكم متابعة باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTV and Radio. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.